تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس نانا أدو دانكوا رئيس جمهورية غانا الصديقة. أعرب فيها فخامته عن خالص التهنئة لسموه رعاه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه حفظه الله كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب، وراجيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لفخامته، ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا لفخامته موفور الصحة ودوام العافية.